إلى شرق البلاد، حيث قتل جنديان أوكرانيان وأصيب 11 آخرين بجروح متفاوتة في منطقة عملية مكافحة الإرهاب بإقليم الدنباس. ووفقا لوزارة الدفاع، فإن الوضع شهد توترا كبيرا في اتجاه لوهانسك، حيث استمر الانفصاليون بإطلاق النار على مواقع القوات الأوكرانية مستخدمين جميع أنواع الأسلحة الثقيلة ولمدة تجاوزت 15 ساعة. الهجمات سجلت على طول خطوط التماس، وتبقى أفدييفكا أسخن النقاط في المنطقة الواقعة في اتجاه دونيتسك، حيث استخدم المسلحون الروس مدافع الهاون والعربات المدرعة ضدها. في اتجاه ماريوبول، سقطت قذائف الانفصاليين على أحد المناطق السكنية في كراسناهوريفكا، بينما تعرضت منطقة تشيرمالكا لقصف بصواريخ غراد. وفقا لبيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أطلق المسلحون الانفصاليون 9 قذائف هاون وأكثر من 130 قذيفة مدفعية و25 قذيفة دبابة، إضافة إلى صواريخ من أنظمة مختلفة على مواقع القوات الأوكرانية. أكثر من نصف الهجمات طالت طريق بخميتسكي، حيث نشهد الآن ارتفاعا ملحوظا لوتيرة الأعمال القتالية أكثر مما كانت عليه في شهري يناير وفبراير من عام 2017 أثناء معركة أفدييفكا.